لكن هذا هو الأغا. ايه داهموا المشفى مشان هاي الرسمة؟ ما بعتقد. لو هدفهم انه ما نعرف شكل الأغا لكانوا قتلوا سانجار، بس كان بدهم سانجار عايش. بالنهاية سانجار واحد مرتزقة مدرب بشكل خاص، وبالتأكيد ما راح يتركوه بسهولة. بالنسبة لشخص مثل الأغا هو صغير. صحيح. برأيك هذا هو؟ بصراحة سانجار ما كان مبين عليه انه عم يكذب ابدا. على كلين رح نعرف. بعتولي هاي الرسمة على الاستخبارات، بركي بيوصلوا لشي عن طريقها. تحت امرك سيدي. عود شوي افوز. هو زد حاله قدام الرصاصة من شاني. أتاش خطر بحياته بس من شاني خليني عايش. أنا ما قدرت أمنعه. بلكي صار له شي هلأ. أي حدا منا كان رح يساوي هيك؟ مو صحيح هذا الشي؟ أي طبعا صحيح، وبدون ما نتردد لحظة واحدة. عن إذنك سيدي. حافظ. سيدي. كيف فاطمة؟ كيف بدها تكون؟ منهار على الآخر ومو عارفان شو بدي ساوي، ولا بعرف شو بدي أقول. يا ريت ما سمحت لها تجي على كاراباير. بلا تخبيص، شو هالحكي؟ شو كان على كيفك يعني؟ خليتها تجي لتكون قدام عينك وتحميها هي وابنك. لا تلوم حالك. بس ما حميتهم، ما حميتهم. هص حافظ، انت زوج مخلص واب حنون، خليك قوي ولا تضعف بنوب. رح نلاقي. إن شاء الله رح نرجعه. إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله. أخي لا تقلق، رح نلاقي ابننا إن شاء الله. غراب البحر طلع من العملية؟ طلع. شلون وضعه؟ هو بالعناية المشددة هلأ. هو رجال قوي، بإذن الله رح يتعافى وما بيصر له شيء. رح نلاقيه إن شاء الله سيدي. عدو سيدي، خايف تهرب برات الحدود، ساعتها رح يكون صعب نقدر نوصلها. هي بدها تنتقم منك، ما رح تهرب، بتكون تخبت لتلاقي الفرصة المناسبة. وصلتنا تسجيلات كاميرات المراقبة،
رح نشوف الفيديو واللحقه. حطونا الفيديو على الشاشه يا ابني. تحت امرك. طيب هي شو بدها من طفل صغير؟ ما في بقلبه مزر الضمير. هذا الشارع بيكون قريب من بيتي، وإيلام شافتها لما هربت بالتاكسي. قدرنا نعرف رقم السيارة، رح نحقق مع الشوفير. إذا عرفنا هو وين نزلها ممكن نوصل لها. سيدي ممكن أنا أحقق مع شوفير التاكسي. وأنا معه، أنا وحافظ نعرف المنطقة منيح. روحوا، بس لا تتدخلوا بشغل مكافحة الإرهاب، بتضلوا على تواصل معهم. أنا بحل هذا الموضوع. تمام، معناتها يلا طلعوا فورا، وإذا عرفتوا مكانه بتخبرونا، منجهز للعملية، منتاهم المكان ومننقذ ابننا. اصحكم تساووا شي لحالكم. تحت أمرك سيدي.